السلام عليكم، كيفكم يا بنات؟ إيش أخباركم؟ أسعد الله أوقاتكم، كل خير وكل حب وكل ود. أهلا حبايب قلبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اليوم بسوي كذا صينية قرع، طبعا بالكريمة. ويا بنات لما تشتروا كريمة لا تشتروا العادية، اشتروا اللايت. زي ما انتو شايفين كريمة الطبخ تكون جدا خفيفة للناس اللي يعني مخففين السكر ويبغوا حياتهم تصير على قولهم لايت خفيفة، يستخدموا هذه الكريمة. وللأمانة أنا أول مرة أجرب صينية القرع بالكريمة. وبسوي كمان بالقلاية الهوائية. طبعا يا بنات لا تفوتكم القلاية الهوائية، لو تشوفوا كمية الزيت، كمية الزيت اللي تطلع من أي حاجة تحطيها، سواء همبرجر سواء بطاطس سواء إيش أقول لكم، دجاج، لحم، فبصراحة أفضل لكم يا بنات من القلي. القلي صراحة دمار، دمار للصحة، دمار للجسم، عرفتوا يا بنات؟ بس حبيت أتكلم عن نقطة القلاية الهوائية. بسوي كذا، بحط طبعا الشيش كباب بالقلاية الهوائية. طبعا أنا من النوع اللي لما أحطه أحب أتبله بأي تتبيلة أنت حابتها، بابريكا بودر وبصل ثوم، وبصل وثوم يكون بودر، معليش. وإيش كمان، وتحط بهارات دجاج. بنات في بهارات دجاج حوريكم هي بإذن الله، إذا شفتوها لا تتعدوها، فعلا لذيذة لذيذة، تغنيكي عن الماجي. وحبيت أحط معاها كمان إضافات خضار. إذا ما أنت حابة يا بنات دايما تعملي رز أو تعملي مكرونة تحسيها ثقيلة، اعملي خضروات اللي أهل البيت يحبوها. أي حاجة أنت حابة تحطيها، كوسة، باذنجان، بطاطس، فلفل رومي، جزر، بضيف كمان جزر حجيب دحين وبس والله. وهذا الجزر جبته وقشرته ودحين بقطعها الخضروات. حبيت أوريكم البهارات اللي قلت لكم يا بنات من شركة آيسترين، بهارات الدجاج يا بنات هي فعلا جميلة ولذيذة لجميع أنواع الطبخ، سواء كبسة سواء صواني سواء تتبيلات، من شركة آيسترين. وفعلا رخيصة يا بنات، رخيصة تقريبا 6 ريال أو كذا، يعني ما تتعدى تقريبا 6 أو 5.5 تقريبا. أخذتها يا بنات من لولو، وهي فعلا صراحة حية حقة المسالة، بس رهيبة رهيبة، أحسها بهارات مشكلة. وفي زيها نوعية تانية بس لذاذتها لذاذة نكهة الماجي. في نوعية ثانية اللي هي تجيكم حارة برضها من نفس الشركة آيسترين، اللي يحبوا الطبخات اللي فيها لذعة شوية حارة يضيف من هذه البهارات اللي هي برضها بهارات مسالة. وفعلا نكهتها لذيذة جدا جدا يا بنات، نفس نكهة تغنيكي عن الماجي. أنا ليه حبيتها؟ لأن لها ريحة، ريحتها تعطي الأكل كمان لذاذة مو طبيعية يا بنات. زي ما قلت لكم إذا شفتوا هذه الكراتين لا تتعدوها، هي فعلا حقة المسالة، بس فيها جميع أنواع البهارات مجمعة مع بعض، وتغنيكي يعني عن الأشياء الثانية، مثلا بصل بودر، ثوم بودر، وبس حبيت أقول لكم عليها. زي ما انتو شايفين يا بنات حطيت كل الخضار وكل الكباب بالكيس، وحطيت عليه جميع البهارات اللي أنا أبغاها، وضفت زيت زيتون شوية، ودحين أدخلها القلاية الهوائية وتصير كذا لذيذة جدا يا بنات، تصير مشوية تفتح النفس. اعتمدوا يا بنات، هذه طريقة صحية وجدا لذيذة. ودحين جاء دور اليقطينة أو القرع.
أو الدبة بلغتنا العامية، بقطعها وبهرها وأحطها بصواني عشان أدخلهم الفرن، وأحط عليها زي ما قلت لكم الكريمة اللايت اللي هي الكريمة الخفيفة. وعلى طول يا بنات كلها رائعة، تنظف وتترجع مكانها.